وزير الخارجية يبحث في كيجالي سبل تعزيز العلاقات المصرية الرواندية في شتى المجالات. العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز يدعو إيران إلى تغيير سلوكها السلبي في المنطقة. الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 5,421,000 إصابة، والإصابات تتجاوز أكثر من 284 مليون حالة. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش. أهلا بحضرتكم إلى هذه النشرة الإخبارية، استهلناها بالإيجاز في التفاصيل. هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة وأقباط مصر وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على مصر وشعبها العظيم. بحث وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الرواندية كيجالي مع نظيره الرواندي فانسان بريوتا، بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الرواندية في شتى المجالات. كان وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى العاصمة الرواندية كيجالي للمشاركة في أعمال وفعاليات الاحتفال بوضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب. استعرض وزير الداخلية محمود توفيق محاور خطة أمنية هادفة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه، كما تواصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، حيث وجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكدا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور الرئيسية بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة. وخلال الاجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، كما أكد على ضرورة مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين. ووجه الوزير بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم في توجيه كافة الإمكانات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن، كما وجه الشكر لهم على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني. في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والهجرة ومؤسسة حياة كريمة، انطلقت أولى فعاليات مبادرة مشاركة الأطباء المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشاركة الدكتور مدحت مونجي الخبير في طب الأسنان في مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من 30 عاما. من جانبه ثمن الدكتور خالد عبد الغفار رغبة الأطباء المصريين بالخارج لحرصهم على دعم أبناء وطنهم بخبراتهم في مختلف التخصصات ورغبتهم في المشاركة بالمشروع القومي حياة كريمة.
قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقب أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية إن الحكومة الجديدة أمامها مسؤوليات وواجبات تتطلب عملا دؤوبا. إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد، وإننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. أبصرت الحكومة الكويتية الجديدة النور مع تأدياتها اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في عامين ونصف. ويترأس الشيخ صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 15 وزيرا، بينهم وزير مالية جديد هو عبد الوهاب الرشيد، وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد، سبق أن طلب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده. ولي العهد الكويتي استقبل رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد والوزراء لأداء اليمين الدستورية، وذلك نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ونقل ولي العهد عن الأمير قوله إن البلاد تتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما قال رئيس الوزراء خلال تأدية اليمين إن الحكومة ستصب اهتمامها على معالجة الخلل الاقتصادي. وتتمتع الكويت بحياة سياسية ديمقراطية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان. أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مرسوما دعا فيه إلى انعقاد مجلس النواب الجديد في 9 يناير، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، على أن يقوموا لاحقا بانتخاب رئيس جديد للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان يكلف بتشكيل الحكومة. وعودة للشأن الداخلي، حيث تعد مدينة الدواء المصرية من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تم تدشينها لتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، حيث تم إنشاؤها على مساحة 180 ألف متر مربع مزودة بأحدث التقنيات العالمية. مزيد من المتابع انضم إلينا مباشرة من هناك مراسل النيل أحمد ممدوح. أحمد، بعد التحية يعني انقل لنا الصورة حيث كنت. أحمد، يعني أنت الآن في مدينة الدواء المصرية، هذا الصرح الجديد العملاق، يعني كيف تنقل لنا الصورة وحجم الأعمال الموجودة عندك في هذا التوقيت؟ نعم، أتحدث إليكم الآن من مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخنكة بمحافظة القلوبية. هذه المدينة التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والمتخصصة في تصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال للسوق المصرية. هذه المدينة بتقع على مساحة 180 ألف متر مربع، وتضم جميع مراحل الإنتاج من أجل توفير دواء آمن وفعال
وفعال للمواطنين وبأسعار مناسبة. أيضا تم تزويد هذه المدينة للدواء المصرية بأحدث التقنيات والنظم العالمية لكي تكون أيضا بمثابة يعني مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال التصنيع الدوائي. أيضا المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية بتشمل إنتاج وتصنيع 100 مليون عبوة سنويا. أيضا ماكينات أيضا مدينة الدواء المصرية بتعمل بشكل إلكتروني كامل بدون تدخل العنصر البشري، ويقتصر دور العنصر البشري فقط على إدخال البيانات والمعلومات على ماكينات التشغيل الرئيسية. للحديث أكثر عن مدينة الدواء المصرية يسعدنا أن نلتقي بالدكتورة عليا المستكاوي وهي مديرة مصنع مدينة الدواء المصرية. بنرحب بك دكتورة. أهلا وسهلا. يعني اتكلمنا عن أهمية مدينة الدواء المصرية ومراحل إنتاجها في هذه المدينة. طبعا مدينة الدواء أقيمت بناء على التوجيهات الرئاسية عشان توفر دواء صحي وآمن وفعال وعالي الجودة وبسعر مناسب للمريض المصري، وكمان عشان تبقى مركز للتصدير الإقليمي في المنطقة، وعشان تبقى منطقة جذب للمالتي ناشونال كومبانيز إنها تيجي تعمل معانا شراكة ونقدر إن إحنا نوفر الدواء الموجود بأحدث المواصفات العالمية وحسب طبعا مواصفات الجي إم بي بالنسبة للكواليتي بتاعة البرودكت. بالنسبة لخطوات التصنيع طبعا إحنا عندنا هنا بيبتدي من الأبحاث والرقابة. احنا بنعمل فورميليشن للدواء، بنعمله ديفلوبمنت بحيث ان احنا من الاول بنصنع التركيبه بتاعه الدواء في المعامل، وبعد كده بننزل نجربها في الانتاج. مراحل الانتاج المختلفه بتشمل طبعا من اول ما بنوزن المواد الخام لحد ما بنعمل لها تحضير سواء بقى بالنسبه للاشكال الصيدليه المختلفه، وبعد كده بنبتدي ان احنا نعمل لها تغليف ونعمل لها يعني بتروح بالنسبه للمخازن عشان تتوزع وعشان تتباع. الكواليتي كنترول او التحليل بياخد كل المراحل برضو من اول ما المواد الخام بتوصل لنا والمواد المتوسطه اللي بتدخل في صناعه الدواء، واخيرا مرورا بمواد تامه الصنع اللي برضو المعامل بتحللها. مع التحليل المراحل المختلفه دي عن طريق المعامل بيبقى عندنا الكواليتي اشورنس او الناس اللي هي موجوده بتتاكد ان الدواء كل المراحل فيه بتتعمل بطريقه مظبوطه. معاه كمان من التيم بتاع الانتاج بيبقى متواجد بحيث ان احنا من الاول الجوده بتبقى مبنيه في المستحضر، يعني عندنا مبدا الكواليتي بيلت ان. يعني كيف تكون برضو هذه المدينه يعني بمثابه مركز اقليمي بيجذب كبرى الشركات العالميه في مجال التصنيع الدوائي؟ عن طريق ان احنا طبعا الكوادر الموجوده عندنا بنختارها على احدث او على افضل المعايير بالنسبة للناس اللي بتشتغل، لأن طبعا الكوادر شيء مهم جدا بالنسبة لتطبيق الصناعة وتطبيق المعايير دي. المكان طبعا عندنا كله أوتوميتد وبيخضع لكواليفيكيشن مستمرة بحيث ان احنا نضمن ان المكان ده بيطلع البرودكت بأعلى جودة، مع طبعا ان احنا السيستم عندنا الكواليتي سيستم قوي بحيث ان احنا برضو يتواكب مع المعايير العالمية، وأي شركة مالتي ناشونال بتيجي تعمل معنا شراكة بنتأكد ان احنا ماشيين على نفس الخط. نشكرك دكتور. يعني كما نتابع أيضا مدينة للدواء المصرية مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية من أجل توفير دواء آمن وفعال للمواطنين بأسعار مناسبة، وأيضا منع الممارسات الاحتكارية في صناعة الدواء. إليك زميلي. شكرا لك زميلي أحمد ممدوح، كنت معنا من مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخنكة، والشكر موصول أيضا لضيفتك الكريمة. في مدينة النجف العراقية بحث مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية مع قوى الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا سياسية ممثلة للحشد الشعبي، بحث سبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. استقبل مقتدى الصدر الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات التشريعية في العراق قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم كتلا سياسية ممثلة للحشد الشعبي وسط مفاوضات بشأن الحكومة الجديدة قبل أول جلسة برلمانية. يأتي اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر الماضي، ما يفتح المجال أمام انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد بحلول 10 يناير. وردت المحكمة دعوى تقدمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
وتصدرت كتلة الصدر بزعامة الصدر النتائج بحصولها على 73 مقعدا وفق النتائج النهائية للانتخابات، معلنا رغبته في تشكيل حكومة أغلبية. في المقابل حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهي ولايته 48 مقعدا. بالتزامن أنهى أنصار الفتح والميليشيات المتحالفة مع إيران اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد بعد رفض المحكمة الدعوى بإلغاء نتائج الانتخابات، وقرارا محتجون حزم خيامهم ومغادرة المنطقة، خطوة تعد بادرة للتهدئة حيث كانت تهدد الاحتجاجات المتواصلة لاستقرار النسبي في العراق. وأشادت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وآخرون بالانتخابات التي لم تشهد عنفا ولم يشوبها سوى مخالفات فنية بسيطة. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي أن المملكة العربية السعودية تمثل صمام أمان للأمن القومي العربي وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقال العصومي في بيان صادر عن البرلمان العربي إن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى يعكس قوة المملكة العربية السعودية والمكانة الكبيرة التي تحظى بها في محيطها العربي والإقليمي وثقلها الدولي، كما يجسد الجهود الكبيرة التي تقوم بها في سبيل دعم وأمن واستقرار دول المنطقة. طلب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران بتغيير سياساتها وسلوكها السلبي بمنطقة الشرق الأوسط. وقال العاهل السعودي في خطاب أمام مجلس الشورى السعودي إنه يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. لقد باركنا إطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم عظيمتها واستدامة والازدهار وابتكار قيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة للناتج المحلي. في العاصمة الأمريكية واشنطن، وصف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نتائج مفاوضات فيينا الهادفة إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي الإيراني بالمتواضعة. وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن التقدم الذي تحقق حتى الآن في مفاوضات فيينا لا يرقى إلى خطى إيران النووية المتسارعة. جولة ثامنة من المفاوضات النووية تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا بهدف حلحلة الجمود بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية. المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية ميخائيل أوليانوف وعقب لقاء مع نظيره الأمريكي في فيينا أكد أن المشاورات والتنسيق بين الوفدين الأمريكي والروسي يعدان شرطان مهمان لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي. أما إيران وعلى لسان وزير خارجيتها كانت قد عبرت عن تفاؤلها إزاء المحادثات التي انطلقت هذا الأسبوع، لافتة إلى أن التوصل لاتفاق بات ممكنا إذا أبدت الأطراف الأخرى حسن النية. على الجانب الآخر، عبرت الولايات المتحدة عن حذرها إزاء التصريحات المتفائلة من جانب إيران وروسيا بخصوص محادثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، قائلة إنه لا يزال من السابق لأوانه قول ما إذا كانت طهران قد عادت إلى المفاوضات بنهج بناء. وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عن طريق إعادة الولايات المتحدة له من خلال رفع العقوبات على إيران من خلال التنفيذ الكامل لالتزاماتها النووية. وكان الاتفاق الأصلي قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية ومضت قدما في أنشطتها النووية.
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 284 مليونا و571 ألف حالة. وذكرت الجامعة أن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم تتخطى 5,421 ألف حالة وفاة. وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم بلغت أكثر من 53 مليون و600 ألف إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون و800 ألف إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون و200 ألف حالة. وفي مصر أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن أمس الأربعاء شهد تسجيل 854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 28 حالة وفاة. وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن أمس أيضا شهد خروج 769 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد إتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 319,225 حالة. تواصل المراكز الطبية ترمانوطة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا تواصل عملها على مدار الساعة بمحافظات مصر كافة، كما تقوم بالتطعيم للجرعة التنشيطية الثالثة للمواطنين الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر. مزيد من المتابعة معنا الزميل محمد حلمي من أحد هذه المراكز. محمد، بعد التحية، يعني صف لنا الإجراءات وكيف تتم عملية إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين، وكيف يتم التواصل مع المواطنين لأخذ هذه الجرعة. محمد، من أحد المراكز الطبية بمحافظة الدقهلية مدينة ميت غمر، أؤكد لك محمد وتجديد بالتأكيد أن كافة الجرعات سواء الأولى أو الثانية أو التنشيطية الثالثة تتم بالمجان. أؤكد لك محمد أن كافة اللجان الطبية سواء الثابتة أو المتنقلة تجوب الشوارع، تجوب الميادين، النوادي، محطات السكك الحديدية، محطات المترو. أؤكد لك محمد أنه حتى الآن وصل عدد الجرعات الثالثة التنشيطية إلى أكثر من 700,000 جرعة للمواطنين بمحافظات مصر كافة وسط إجراءات احترازية غير عادية. محمد، معي الدكتور أحمد الطبجي مدير الإدارة الطبية بميد غمر محافظة الدقهلية. كلمني يا دكتور عن الإجراءات الميسرة اللوجستية التي تقدم للمواطنين خلال عمليات التطعيم. الحمد لله احنا في ميتغمر انهينا تقريبا تطعيم ما يقرب من 300,000 مواطن ومواطنة جرعة اولى وتانية. بندعو المواطنين طبعا للحضور لتلقي الجرعة التالتة. احنا بنتعاون مع المواطنين في التطعيم، بنوصل لهم في اي مكان سواء عمل سواء اقامة، لو في اي ظروف خاصة او ذوي الاحتياجات الخاصة بنوصل لهم لبيوتهم. بنطعم بسهولة ويسر، كافة الامكانيات متاحة ميسرة، الدولة موفرة كل انواع الطعوم كلها تحت ايدنا. الجرعة التالتة نظرا لاهميتها بندعو المواطنين الى تلبية الدعوة، بيجي لهم رسائل، الموضوع عادي بياخد دقايق، نطعم الجرعة التالتة ديت حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية والوزارة والمديرية وكافة مسؤولي الدولة، انها هامة جدا بتحميك واحنا داخلين على فصل الشتاء. ندعو المواطنين الى الحضور او دعوتنا لتطعيمهم في محل اقامتهم عشان نبتدي ان شاء الله عام سعيد، عام 2022 كبداية لمرحلة انتهاء من الكورونا. قطعنا شوط كبير، المفروض المواطنين هم اللي يساعدونا. عندنا فرق منتشرة في كل أنحاء المركز، قرى ومدينة، بنوصل لأماكن التجمعات أينما وجدت سواء في أماكن حكومية أو أماكن تقديم أي خدمات. أن هنا معظم المستهدفين للتطعيم في ميتغمر. برضو بننوه على أن الطلبة وصلنا لأكثر من 75% من تطعيم الطلبة من سن 15 ل 18 سنة اللي هي المرحلة الثانوية. بندعو كل مواطننا جاهزين
بكشوفنا واوراقنا واحتياجاتنا للمراحل الاقل سنا عند صدور الاوراق بكده، ندعو مواطنينا بس لتفعيل الجرعه الثالثه حاليا، جرعه تنشيطيه مهمه جدا اتقاء للميكروب وانهاء لهذه المشكله، عشان نبتدي ان شاء الله عام سعيد على مصر كلها، 2022 يكون عام خير وسعاده على مصر كلها. يبقى نؤكد لك محمد انه وفقا لما قررت منظمه الصحه العالميه ليس هناك اي موانع للتطعيم سواء الحوامل، الرضع، اصحاب الامراض المزمنه، يتم التطعيم بالجرعه التنشيطيه الثالثه بلقاح فايزر نظرا لمأمونياته وفعاليته. كما اؤكد لك ان هناك اقبال غير عادي من المواطنين خلال الجرعه التنشيطيه الثالثه، بما يؤكد وعيهم الكامل باهميه التطعيم وسط اجراءات احترازيه غير عاديه. معك محمد. شكرا لك زميل محمد حلمي، كنت معنا من احد مراكز التطعيم بمدينة ميت غمر بالدقهلية، اشكرك جزيل الشكر. الى روسيا، حيث اعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن اقتناعه بامكانية المضي قدما واقامة حوار روسي امريكي فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية لكل منهما. جاء ذلك قبل ساعات من مكالمة هاتفية مرتقبة بين الرئيسين الامريكي جو بايدن وناظره الروسي، حيث من المقرر أن يعرض بايدن مسارا دبلوماسيا بشأن التوتر في أوكرانيا. كما من المقرر أن تشمل المحادثات الثنائية حوار الاستقرار الاستراتيجي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس روسيا الناتو واجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر انعقادها جميعها الشهر المقبل. وعودة لشأن المحلي، حيث احتفلت دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي للغة العربية بحضور عدد كبير من الشعراء والمتخصصين في اللغة العربية. على الرغم من وصول عدد لغات العالم إلى حوالي 7000 لغة، إلا أن العربية تتربع على عرش أكثر اللغات انتشارا في العالم. ولأهمية هذه اللغة كان لابد من تخصيص يوم في تقويم السنة لتخليدها ونشرها على نطاق أوسع، لذا نظمت دار الأوبرا المصرية صالونا ثقافيا للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. الاحتفال باللغة العربية ليس يوما واحدا يأتي في السنة، هو في كل يوم. اللغة العربية هي حاملة هذه الأمة وهي جامعة هذه الأمة، وإليها ينتسب كل العرب والعروبة. اللغة العربية هي أهم لغات الدنيا كلها. اللغة العربية، الأمم المتحدة اختارت يوم 18 ديسمبر للاحتفال باللغة العربية، والندوة اليوم على هامش هذا اليوم اللي هو الاحتفال العالمي باللغة العربية. اللغة العربية هي أعظم لغة، لأن كل لغة أديبها بيرفع من مستواها. وأكد الحضور أن الحفاظ على الهوية العربية يقع على عاتق المؤسسات وعلى رأسها مجمع اللغة العربية ووزارة التربية والتعليم. اللغة العربية اللي شرفها ربنا سبحانه وتعالى أن تكون لغة القرآن، اللغة الخالدة التي يتحدث بها أكثر من مليار ونصف المليار متحدث باللغة العربية، لابد أن يكون لها اهتمام كبير في الساحة، بدءا من وزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية، وأن تكون هي اللغة الأهم. مجمع اللغة العربية هو المسؤول الأول المنوط به حماية اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي هوية هذه الأمة، وأمة بلا لغة لا هوية لها. يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية يحتفل به في ديسمبر من كل عام، باعتباره الشهر الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة. عندما تتحدث اللغة العربية عن نفسها ستقول: أنا البحر في أحشائه، الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ إنها لغة ثرية متطورة قادرة على مواكبة متطلبات العصر. من داخل دار الأوبرا المصرية، بسمة الشاعر، النيل. نشرتنا متواصلة مع حضرتكم وفيها بعد الفاصل. مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم لجماعة الشباب قرب العاصمة الصومالية. ونتابع مع حضرتكم مجموعة منوعة من أخبار الاقتصاد، ومنها شبكة سي إن الأمريكية تتوقع أن تقترب مصر من تحقيق أعلى صادرات في تاريخها. We'll be right back.
نشرت شبكة CNN الأمريكية أن وزارة التجارة والصناعة المصرية توقعت تخطي الصادرات المصرية حاجز 31 مليار دولار خلال عام 2021، مستندة إلى زيادة ضخمة التي حققتها خلال 11 شهرا الأولى من العام الجاري، وبلغت 29 مليار دولار فاصل 87 من المئة من الألف، وذلك بزيادة سنوية 27% وبفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي. كما أفادت الشبكة الأمريكية أن حال تحقيق مصر حجم صادرات سلعية بتلك القيمة ستسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية، لتتجاوز أعلى رقم حققته في 2019. أعلنت وزير التجارة والصناعة نيفين جامع إصدار صندوق تنمية الصادرات 465 شهادة لعدد 455 شركة مصدرة بإجمالي مساندة 957.4 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين. وأشارت الوزيرة أن إجمالي المساندات المنصرفة منذ انطلاق مبادرة السداد الفوري وحتى الآن بلغ 20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة. في سياق آخر، أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أنه جاري حاليا إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بهدف تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وقالت الوزيرة خلال مشاركتها ومحافظ القليوبية في ندوة صناعة الغزل والنسيج فرص واعدة للإنتاج والتصدير، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للوصول بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلي وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية. أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بنحو 18% بقيمة 585 مليون دولار لتبلغ 3.8 مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 3.2 مليار دولار. ويقوم المجلس بعمل تقييم الربع سنوي للأسواق المستهدفة، وذلك لضمان المرونة في الخطط التسويقية للمجلس للتوافق مع المستجدات العالمية سريعة التغير، خاصة في ظل ظروف متحور فيروس كورونا وعدم انتظام الخطوط الملاحية العالمية ونقص الحاويات. أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين أن متوسط التضخم في مصر في إطار السيطرة والمشروعات القومية تساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي. وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التصدير في مصر يشهد تحسنا نسبيا ونطمح أن يزيد بشكل أكبر، كما أن مصر تحركت بشكل جيد بالنسبة للاستثمارات العامة ولديها مشروعات طاقة وبنية أساسية، مشيرا إلى أن مشروع مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية والذي يعد واحدا من أربع مشروعات على مستوى العالم. وكشف محيي الدين عن أهمية مبادرة حياة كريمة والاستثمارات التي تضخ بها. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر خلال العام 2021، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حوالي 2,751,000,000 مليون جنيه. وأضاف الوزير أنه تم تسليم 18,636 وحدة سكنية لمحدود الدخل بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، كما تم الانتهاء من مشروع الإسكان البديل روضة أكتوبر ويضم 2,496 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى كإسكان بديل للعشوائيات لأهالي نزلة السمان. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن المركز القومي لبحوث المياه حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وعدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا في علوم المياه. وقال وزير الري في تصريح اليوم إنه لتحقيق هذه الطفرة تم تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة من خلال تحفيز الباحثين بالمركز على الاهتمام بنشر الأبحاث في الدوريات العلمية عالية الجودة، وليس التركيز فقط على إعداد الأبحاث المنشورة.
اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين. وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه مجموعة منوعة من أخبار الاقتصاد، ونعود مرة أخرى إلى أخبار السياسة، حيث هاجم مقاتلو جماعة الشباب الصومالية بلدة قرب العاصمة مقديشيو وقتلوا ما لا يقل عن 7 أشخاص واشتبكوا مع قوات الأمن الحكومية. وأفاد شهود عيان في البلدة التي تقع على بعد 30 كيلومترا شمالي مقديشيو أن مقاتلي الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة هاجموا قوات الأمن التي تحرس جسرا عند مدخل البلدة في وقت مبكر من صباح اليوم، وتغلبوا عليهم وظلوا لفترة وجيزة في البلدة بعد الهجوم ثم غادروها. نجحت الصين في إطلاق قمر صناعي جديد لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيشتانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين. وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش 3B ودخل إلى المدار المخطط له. وتعد هذه هي المهمة 405 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش. برنامج مانيلا لا تزال مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل سقوط أمطار غزيرة على القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية جراء موجة من الطقس شديد البرودة تشهدها البلاد. أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار طبقا للحالة الجوية، وأشار إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس. كما شدد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. وشهدت بعض المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة صاحبها انخفاض في درجة الحرارة ورياح شديدة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية أشارت في بيان إلى أن سقوط الأمطار الغزيرة سيصاحبها رعد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة مع تزايد برودة الجو في الساعات الأخيرة من اليوم. دخلت 136 مدينة في ولاية بهايا شمال شرق البرازيل في حالة طوارئ بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة منذ نوفمبر، وأثرت الفيضانات على أكثر من 629 ألف شخص، وتوفي نحو 24 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في الولاية. وفي أوبرايا وهي مدينة صغيرة تبعد 250 كيلومترا عن العاصمة سلفادورو، فقد حوالي 2000 شخص فقدوا جميع ممتلكاتهم بسبب الفيضانات. يذكر أن هذه هي أشد فترات هطول الأمطار في بهايا خلال 32 عاما الماضية. وفي ختام نشاطنا الجوية إليكم درجات الحرارة لعواصم البلدان العربية.
وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة. عودة لفترة بأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث في كيغالي سبل تعزيز العلاقات المصرية الرواندية في شتى المجالات. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعو إيران إلى تغيير سلوكها بالمنطقة. الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 5,421,000 وفاة، والإصابات تتجاوز أكثر من 284 مليون حالة. مع الدوت إيجي هو مقاهنا على شبكة الإنترنت لمن أراد المزيد. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.